إلى مدار بيضاء. صباح النور. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيداير أختي سناء؟ مرحبا بك ليلى. كيداير أختي عماد؟ بخير أختي الله يحفظك. عواشركم مبروكة. علينا وعليك. نعم أختي. خويا عماد أنا كندير واحد الوصفة يلا بديت كنديرها أنا والبنت ديالي. مرحبا. كيطيح لينا الشعر ديالنا بزاف وأنا كندير الثومة وزيت العود. أييه. ومنتي كتدير حتى هي الثومة وزيت العود وكطحنها وكتزيد معاها البصلة وكديرو في مونينيكس وكطحنهم. واش هادو مهمين للشعر ولا مضرين للشعر؟ ولكن انا فوقاش نجاوبك الا عطيتيني عافاك الكميه، شحال كديري ديال زيت العود؟ شحال كديري ديال البصله؟ شحال كديري ديال الثومه؟ كندير خمسه ديال الدروس ديال الثومه خمسه وكندير نص كاس يعني ربع كاس ديال الزيت. اييه. وبصله كتدير بنتي نص بصله. نص بصله. وكطحنهم في مونينكس وكتشقق بهم شعر عالي. شحال كهربائي؟ اييه دكتور عماد. نعم، إذا هنا غادي نقول لك أختي خمسه ديال الدروس ديال الثومه ماشي مشكل. إذا كنتي غديريهم بوحدهم مع ربع كاس ديال زيت الزيتون ماشي مشكل، ولكن إلا زدتي داك النص ديال البصله غديري خمسه ديال الدروس ديال الثومه والنص ديال البصله غتكون غير صغيره ما تكونش كبيره، وغديري كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، ولكن هادشي ما غطحنيش دابا، هادشي غادي ديريه وتسخنيه في حمام مريم، علاش؟ باش هذوك المواد الكبريتيه تذوب مزيان في داك الزيت. اذا هذوك غديرهم في حمام مريم 15 دقيقه حتى يسخنوا وتخليهم نهار حتى يطلقوا مزيان، عاد طحنيهم في الخلاط الكهربائي. ولكن الا بغيتي تعصريهم ما تعصريهمش بالصفايه، عصريهم بالزيف ديال حياتي باش تخرج لك غير الزيت صافي، وشقي بها شعرك وما كاينش مشكل، وصفه غتكون امنه ان شاء الله. احنا مواصلين معكم، تحيه كذلك لكل المستمعات وصديقات. اختي 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 خويا تابونا في لاشين يوتيوب، شكرا وبارطاجي الفيديو الى بغيتي، شكرا تابونا، شكرا لكم، شكرا.